28 مارس 2012، المشهد التونسي في بنقردان للوقوف على خلفية قضية رمزي عبشة المتهم في حكاية تدنيس القرآن وكثر الكلام والتأويل والقراءات اختلفت في قضية رمزي. هذاك علاش اليوم معنا مهدي عبشة شقيق رمزي عبشة باش يعطينا شوية تفاصيل على الحكاية وكيفاش صارت من الأول وتداعيات الحكاية هذه. هذاك علاش اليوم معنا كما حكيت معنا مهدي. مرحبا بك مهدي. عاشك، مرحبا بك اخوي. تفضل. كان نحكو مهدي على الحادثة من الأول كيفاش صارت من الاول معناها صارت، معناها حكيت بعد من الأول. من الأول معناها كيفاش سمعتوا اللي صارت تدنيس واللي مهدي عفوا رمزي رمزي. توقف من الأول. والله هو خرج نهار الحادثة، معناها من حكاية 3:30 تاع العشية، أي. فهمتي؟ قبل صلاة العشية بشوية خويا في السوق سمع كلمة الناس تجري لي رمزي عبشة، رمزي عبشة، حصلوه، عمل له كذا كذا، معنا على الحكاية هذه، أي. فهمتني؟ مشينا لمركز الشرطة، لقيته متوقف، فهمت؟ ما حكيناش معاه في مركز الشرطة تاع بن قردان، معناها سألت العوان وكل شيء، قالوا لي راه كان سلموه لنا جماعة سلفية، فهمتني؟ معناها متوقف هو من حكاية 3:30 ل 4 تاع العشية. اي وسامحني معناها خرجت شفنا كما الناس الكل شاهدت في الموقع الاجتماعي في فيسبوك صارت معناها مقطع فيديو يحكي فيه رمزي ويعترف معناها بالحكايات الحكاية هذه تدنيس القرآن واعترافات أخرى من جملتها أنا اللي واطي ومن جماعة تعتقني من الحكايات من نوع هذا. معناها شنو وقتتها معناها شكون اللي بالضبط اللي شكون اللي بحثه؟ شكون اللي بحث بالضبط؟ والله اللي بحثوها مو جماعة سلفي، معناها نقولوا احسن، معناها هم يقولوا شديناه، معناها من حكاية 3:30 ل 4 تاع العشية، وقع تسليمه تاع لمركز الشرطة بعد المغرب، فهمتني؟ هم اللي صوروا انا وسجلوا. خرجت الفيديو من بعد سلموه للشرط اي هم معناها نورمال، مو هم اللي صوروا معناها، وبعد سلموه لمركز الشرطة. وتتصور تحت الضغط معناها تكلم رمزي. والله الاحتمالات كل واردة، ايوه فهمتني؟ واحد ما ينجم، انا مش حاضر. خاطر ما لاحظناش معناها اثار متاع ضرب ولا تعنيف ولا حاجة معناها. لا، ما الاثار بتاع ضرب وتعنيف الصراحه ما لناش، اما معناها وقع تسليم بتاع، معناها المده، معناها حكيت 3 سوايع، 2 سوايع ونص، معناها فهمتني؟ كنت تحكينا شوي على الحياة الشخصية متاع رمزي وحياته اليومية كيفاش يخرج ومع شكون يخرج وكيفاش يقضي النهار متاعه معناها. انسان معناه عاقل على الاخر، مش لاخويا انا بنبرر ولا حاجه، اي فهمتني؟ يصلي من اللي عمره، من اللي يقرا في الرابع ابتدائي، ايوه فهمتني؟ ملتزم، معناه كان سلفي، مش معناها كان سلفي كان سلفي معناه تبع، كان في السلفيه، اي فهمتني؟ حتى ايش معناه نقولوا، بعد شوي معناه من مرحله مرضى بعد عطله الشتاء تاع العام هذا، اي فهمتني؟ وقت اللي هزيت للطبيب، من ثم معناها تخلطت معناها مرض، ما عادش ولا تصرفاتها الكل ما يقبلهاش المخ، فهمتني؟ معناها حسب كلامك مهدي تو رمزي مريض معناها قبل الحادثة دي شو مريض. كان مش مريض، ما نجيش ما نعمل حتى انترفيو، فهمتني؟ اي مستحيل باش نبرر ولا حاجه، اما انا كان اجي عندي فيه جرام شك انه مش مريض، ما نحكيش خلاص ونتبرر. والشيء هذا اكيد حكيت لنا قبل التسجيل حكيت لي انه عندكم معناها ليزوردونونس بطبيعه وعندكم الحال وثائق اي عندنا طبية وثائق طبيه، هذا مرتين من بالطب، طبيب معناها تثبت الطبيب مباشر متاع الحالته وتثبت انه مريض. بطبيعة الحال عندي الوثائق وكل شيء يثبت انه مريض، اها فهمت؟ اي ومدة العلاج بتاعها زاد نزيدك ما كملتش، فهمتني؟ اي وقع معناها هو معناها زاد عليه المرض، بطل الحرارة باش ما عادش ياكل فيها، ما عادش منظم في ماكلة الحرارة، فهمتني؟ وتصرفات من وقتها معناها لاحظت ان تصرفات رمزي كانت مش عادية وحسيت لانه رمزي معناها تبدل اي بدي يعمل في تصرفات، معناها بدل كومبليتمون، فهمتني؟ انسان يجي يطلب منك سماح، يقول لك انا غلطت معك، مع اخويا، مع عمليه، معايا انا، مع اخته، مع امه، يمشي للانترنت الستة تاع الصباح يستنى اللي تفتح باش يقول علاش ماشي، يقول لك باش نطلب من العالم يسامحني، يمشي للبحر الستة تاع الصباح، فهمتني؟ شرك الشهاده تاع دراسيه، فهمتني؟ تاع التخرج، معناها يمشي للمقبره،
بيسكن في وسط مقبرة، فهمتني؟ معناها أكثرية الحومة والناس معناها الغرب من عارفين أمريه، فهمتني؟ تصرفات أخرى، يدخل يبدأ مثال حانوت الضوء تاع طافي، يدخل تقول له اش تعمل يا رمزي هنا، يقول لك راني نحوس، فهمت؟ النوم ما يرقدش، ما يرقدش، مستحيل يرقد بثلاثة أيام أربعة خمسة، وديما هو يمشي معناها ما ضبي يتحرك، ديما يمشي ديما يمشي. هذا راجع لحالته المرضية حتى نفسيا يعني الطبيب حكى لي، قال لي متوقع منها كل شيء، قال لي معناها يتسمى باهي شوية إنك جبته لكن بطيت، وقال لي بالنسبة للإنسان هذا تتوقع منها شيء، قال لي وأعطاني إكزامبل، قال لي مثال ممكن كان سايبوه تجي تلقاه مشنوق في شجر، فهمتني؟ أعطاني من الإكزامبل هذا طبيب، فهمتني؟ معناها إنسان مريض، مريض باهي. والمجموعة اللي كما ذكرت أنت قلت جماعة سلفيين معناها اللي هم معناها أول وحدين شدوه، واحد تعرفوهم؟ والله بالضبط ما نعرفهمش، أما معناها حسب هم بذاتهم، هم بذاتهم معناها قدام المركز بتاع الشرطة يقولوا شديناه شديناه والقصاص، واحد معناها المجموعة السلفية هي مجموعة شدتك، بل من بعد هم اللي سلموه للشرطة، هم اللي سلموه، للشرطة. حتى هم معناها هم اللي سلموه المركز الشرطة. معناها تتصور الحكاية هذه كانت تذكرش معناها متزامنة مع الأحداث اللي في تونس على في الوقت هذاك، مناقشة بتاع في الفصل الأول للدستور أنه يطبقوا الشريعة كمصدر أساسي للحكم في البلاد التونسية. واحد تتصور أنه عنده علاقة وبالطبيعة مسجد الفتح وحكاية مقتل الشيخ قلال، تصور عندها معناها علاقة الحكاية هذه؟ والله بالنسبة له هو معناه بصفته إنسان مريض، معناه تقصد تقولي ممكنش وقع استغلاله، والله كل الاحتمالات واردة، فهمتني؟ إنسان معناه مريض نجمت، لكن باش نحكي معناه عنده انتماءات سياسية ولا حاجات هيك، بالنسبة له هو مستحيل، هو من الدار للمسجد، ما دار للمسجد لا بتاع سياسة ولا عنده فيها حتى. خرج كلام مهدي لأنه رمزي عبشة بعد ما خرجت المقطع الفيديو هذاك اللي صارت فيه الاعترافات اللي وردت على لسانه، هو خرج كلام أنه رمزي مش موجود، معناها تم تهريبه وتم اختطافه، معناها ماهوش موجود رمزي، وين مشى؟ عندكمش فكرة وين رمزي؟ بالنسبة له توقف هزوه ليلة المدني، ليلة توقف وليلة يسلموها الجماعة هذه اللي شداتها سلمتها للشرطة، الشرطة عدات المدني، المدني معناها بقى في المركز اسمه الجوهرة قرابة نهارين، وبعدها يتعدى السجن المدني حربو. معناها هذا مؤكد اللي هو رمزي تو موقف في حربوب، السجن المدني في حربوب في ولاية المدني. اها، وزرتوش رمزي في السجن ولا حاجه في حربوب؟ لا ما زرناش. اها، وشنو اللي منعكم باش ما تزوروش؟ والله يقول لك خذ ورقه من المحكمه، فهمتني؟ معناها اها ويصعبوا فيها شوية، فهمتني؟ باش تزورها شو برا اعمل معناها مطلب من المحكمة ولا كذا، كورق معناها، فهمتني؟ إجراءات قانونية. أيه، وكانش معاملة خاصة لحظوش عليه رمزي كتصرفاته ولا حاجة؟ لا والله فهم، هي معناها المرة الأولى خلاص قابلته، فهمتني؟ معناها أول نهار مشيت في المدني قابلته ومشينا له دخلنا له، فهمتني؟ لا يعني معناها يضرب في راسه على الحيط باش يكسر كما شدوا فيه، ويعمل في هيك اصبعه في الاذانه، فهمتني؟ ولا معناها انسان مريض نورمال مو قانونيا ما توقفش. وشنو هي التهمه الموجهه ليه؟ والله حسب المحامي معناها عاملين له اربع قضايا، موجهين له اربع قضايا، التدنيس وقذف على الجامع، زوز قضايا والله ما مش عارف بالضبط، فهمت؟ خلاص محسن عند المحامي، فهمتني؟ باهي، مشكور جدا مهدي وبارك الله فيك لي معناها سمعتنا ونعرفوا حاجة هذه مش سهلة، وبارك الله فيك. إن شاء الله هذه محاولة منا باش إن شاء الله نوصل للحقيقة متاع إن شاء الله قضية رمزي. أنا موجود لك حقيقة، ولا حاجة كان عندي فيه شك أنا مش مريض، ما نجيش وما نحكيش،
تفهم فيه ولا لا؟ اي لكن الوثائق كل عندنا، و الاردونانس كل شيء. اي وتناول الوسائل الاعلام للقضيه هذه كيفاش، شنو تشوفها كيفاش؟ والله بالنسبه لوسائل الاعلام معنا حسب ما قرات الجرائد وكل شيء، اما حسب ما يحكوا لي اصحابي كل شيء، ان معناها مثال يحكموا على معناها على بشر من غير ما يعرف الجوانب. وسائل الاعلام ما وصلهمش كونه مريض، ما وصلتهمش المعلومه هذه انه مريض، معناها والوثائق موجوده وكل شيء. ما هم نشوفوا معناها وسائل الاعلام يتحدثوا على القضيه هذه و والله ما اتصل بينا حتى حد، معناها يحكوا حسب كلام الشارع، اها حسب الفيسبوك، اها فهمتني؟ يتبعوا معناها في يوصلهم عن طريق الفيسبوك وكل شيء. معناها الفيسبوك هذا معناها اي حاجه تنجم تعملها فيه، اي بشر تنجم تكتب عليها ايش تحب، فهمتني؟ اي بشر تعمل له اي تهمه تنتشر، هم تبعوا الفيسبوك. وهذا معناها اول لقاء صحفي معناها هذا، اول لقاء صحفي. مشكور جدا مهدي، يعطيك الصحة وبارك الله فيك، وأكيد كما حكينا في قبل التسجيل أنكم باش تمدونا بوثائق طبية اللي تثبت أنه رمزي مريض، إن شاء الله ربي يشفيه. موجودة هاي الوثائق الكل. بارك الله فيك، يعطيك عايشك الصحة يا مهدي، عايش. الله.